انا عايز اقول بس انه في البيان دوت اتمنى ان انتوا تاخدوه، لانه للاسف كل اللي بيعلق على الحكم ما قراهوش قرايه كامله وما خدش باله حيثيات الحكم فيها ايه. الحكم اتكلم في ثلاث فقرات حوالين اعمال السياده، واتكلم في فقره حوالين ان بقى في واقع دستوري جديد بيحمي الارض ازاي ولا يملك لرئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء يعمله. ثم الحكم اتكلم حوالين ان قانون البحار بياكد ان الارض دي مصريه، لو هتيجي هتقيسها ب 3 ميل بحري ولا 6 ميل بحري ولا اي طريقه للمقياس مصريه. ثم اكد ان حقائق التاريخ تؤكد ان الارض دي مصريه، ورجع للوثائق التاريخيه اللي قدمناها. ثم اتكلم حوالين ان الدوله الوحيده اللي مارست اعمال السياده ولا يزاحمها احد هي مصر، ووضح مظاهر السياده دي تفصيلا. ثم اتكلم حوالين انه وفقا للقضاء الدولي والتجارب الدولية في نزاعات الجزر أن هذه الجزر مصرية، واختتمها بالتأكيد على أن مضيق طيران هو مضيق وطني وليس مضيق دولي، ثم كان المنطوق.